يسر مكتبة وتسجيلات النبراس الثقافية أن تقدم كتاب النذور لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم إنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد الشريف في بيت من بيوت الله، في روضة من رياض الجنة، في سوق من أسواق الآخرة، سائلين المولى القدير أن يكون اجتماعنا هذا اجتماع خير وبركة، اجتماع إفادة واستفادة، اجتماع تعليم وتعلم، اجتماع إرشاد وتوجيه. سائلين المولى القدير أن تغمرنا النفحات التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. النذر إلزام الفتى لنفسه ما ليس لازما له في نفسه، وهو لله ومن قد قال: نذرت فليوفي له تعالى، لو لم يسم الله في مقاله، لأنه المقصود في أحواله. ومن به يقصد غير الله فنذره من جملة المناهي، ويلزم الوفاء بالنذور إلا إذا ما كان بالفجور. قد مدح الموفون في القرآن في هل أتى حين على الإنسان، والنذر بالعصيان طرا يحجر به الوفا والخلف هل يكفر. عذره بعض وبعض ألزما مرسلة بالعقد حين برما، وهو كالظهار يلزمنا مع أنه زور يكفرنا. والقائلون إنها لا تلزم ينفون أصل العقد حيث يأثم. فصوم كل الدهر من ذا الحال، والصوم في العيدين والليالي، وكل نذر كان للشيطان فذاك حجر واضح البطلان. وإن يكن للجن فالفقير يحوزه وهكذا القبور. وناذر بمن حل يسرج به على القبر فقيل يخرج. وبعضهم للفقراء قد حكما به وذا هو الصحيح فاعلما، لأنما السراج للقبور من جملة الممنوع والمحجور. ويخرجن فيه قول أنه لا يلزم شيء فيلزمنه. ويخرجن فيه قول أنه لا يثبت شيء فيلزمنه. وهكذا في أكثر الأقوال في النذر للقبور بالأموال. وفيه قول إنها للفقراء، وأحوط القولين ما تأخرا، والراجح البطلان حيث نذرا شيئا به الوفاء حتما فجرا. وناذر لأفضل البلدان يحمله لمكة الرحمن، لأنها أم
لأنها أم القرى بالنص، ومن يعد فضلها لا يحصي، وناذر يصليا في مسجدي فحيل بينه وبين المسجد، وبالصلاة حوله يبر إذ مانع الدخول فيه عذر، وناذر بركعات عدة فلم يطق فليفرق ما حده، يصلينا حسب ما يطيق وإن يطق فيمنع التفريق، وناذر يصلين الليل أو النهار عرضه والطولا، قيل عليه يقضين الفرض لأنه يدخل تحت الإنضاء، ولا أرى هذا من السداد إذ لم يكن ذاك من المراد، والفرض معلوم فيخرجن كذاك وقت المنع يحجرن، والنذر واقع على سواهما، وغير هذا لا أراه لازما، وناذر بأن يصوم عاما من السنين عددا تماما، فإنه يبدل شهر الصوم والفطر والنحر لكل يوم، كذاك قال الأصل وهو مشكل إذ لم يكن في النذر هذا يدخل، فهو نظير ما مضى من قولي في النذر بالصلاة كل الليل، وهاهنا قد نقض المقدم بقوله من بعد ما تقدم، لكنه لا يبدل الصيام للشهر مهما قال هذا العام، وأنه يبدل يوم الفطر والنحر قد قيل بغير شجر، فلا يبيد قول هذا العام إخراج ما يستلزم الكلام، إن كان واجب القضاء فيجب في الكل أولى فسواه يحسب، وناذر بأن يصوم يوما معينا باسمه مرسوما، فلم يصم حتى يفوت اليوم تلزمه كفارة ولوم، والاختلاف بينهم في البدل كالخلف في القضاء بالأمر الأول، وعاجز فيه عن الصيام يفتونه في ذاك بالإطعام، وقيل في الإطعام يجزي القادر أيضا ولا أراه قولا ظاهرا، وقيل في الصوم ينوب النائب في العجز وهو في المقال الصائب، والحق لائح على مداره والأصل قد بالغ في إنكاره، ومن يمت من قبل أن يؤديه فيلزم الوارث قيل يقضيه، وقيل لا يلزمه، والأول أفتى به المختار فيما ينقل، أمر من يسأله أن يقضي، ومنه علم نفلنا والفرض، وهو المراد من مقال الكدم إن علموا لا إذا لم يعلم، مسافر صلى صلاة نذر يذكرها قيل صلاة سفر، وهكذا قد قيل في التنفل ولا أراه لازما في المقول، وناذر بطاعة ثم بدا له بأن يترك ذاك أبدا، يلزمه الوفاء وبعض جعله كالحنث في اليمين فيه مرسلة، وناذر قال براس غنمي يجزيه في الوفاء جدي فاعلمي، وقيل لا يجزيه إلا الوسط وهو ابن عامين ثني يشرط، والضار يجزيه من الأغنام لأنها جنس لدى الأحكام، هذا إذا أجمل حين نذر وإن يعين يلزما ما ذكر، وذابح شاة لنذر وقع فأكل السباع منها قطعا، فما عليه بدل لذاك إن كان قد حدد ما هناك، وإن يكن قد أهمل التحديدا قيل عليه يذبحا جديدا، وإن يكن قد أهمل التحديدا قيل عليه يذبحا جديدا، وناذر عين شاة ولدت فابنها يتبعها حيث أتت، وليس للناذر شيء فيه، وقال قوم إنه يليه لأنه غير الذي قد نذر به فلا يتبعه فيما جرى، والحق في إتباعه بأمه كالهدي إن شابهه في حكمه، وناذر يهدي إلى فلان
هدية إن عوفي الفلاني، فإنه يضرب حين أهدى إليه لو لم يقبلن المهدى، وناذر ليعطين زيدا من حب أرض حدها تحديدا، في اختلاف إن يكن أعطاه زكاتها وذاك ما سماه. ومن يراعى القصد عند النذر لم يكتفي بذاك عند البر، ومن يكن خدمته قد أهدى للبيت يجري، ومن يكن خدمته قد أهدى للبيت يهدي أجر ذاك المهدى، وقيمة النفع إذا أهداه للبيت يرسلنها تلقاه. وقائل مالي لبيت الله يحمله ضرا لبيت الله، هذا هو المعروف في الآثار وهو حق هذا الاعتبار. لكن عرف الناس قد تحولا، فالهدي في تحريم ذاك استعملا، يقول قد أهديته للكعبة يريد لا أناله بجهتي، ولا يريد هديه للبيت وذاك كاليمين فيما يأتي، لأنه قد حرم الحلال عليه أن يكفر إرسالا، كقائل مالي لبيت الله كقائل جميع مالي صدقة، فموجب اليمين فيه حققه، لأنه لم يرد التصدق وإنما أراد أن يستوثق. وقال بعض يخرجن العشر منه لمن يرى عليه فقرا، وناذر بنفسه يهديها بدنة من بيته يأتيها، كذاك قال وأنا لا أعرف ما أصل هذا فله أستكشف، وقد هدي الذبيح وهو المصطفى بذبح كبش وبه كان الوفا. هذا هو الكتاب 14 من كتب جوهر النظام. نعم، تقدم هذا الكتاب 13 كتابا، أولها كتاب العلم، وآخر كتاب أخذناه كتاب إيش؟ كتاب الاعتكاف. الكتاب الأول في العلم، والثاني في أصول الدين، والثالث في أصول الفقه، والرابع الطهارات، والخامس في الوضوء، والخامس في الغسل من الجنابة، والسادس في الوضوء، والسابع في التيمم، والتاسع والثامن في الصلاة، والتاسع في الصوم، والعاشر في الجنائز، والكتاب الحادي عشر في الزكاة، والثاني عشر في الحج، والثالث عشر في الاعتكاف، وهذا هو الكتاب الرابع عشر إيش؟ في النذور. طيب، نحن ناقشناك في عندنا كتاب الاعتكاف سابقا، الآن معنا كتاب النذور. نذكر قبل الدخول في الباب تمهيدا، قبل الدخول في الباب نذكر 10 مسائل. المسألة الأولى في تعريف النذر، الثانية في حكم النذر، الثالثة هل النذر مشروع في هذه الأمة ولا هو معهود في الشرائع السابقة، الرابعة في أركان النذر، الخامسة ينقسم النذر إلى منجز ومعلق، السادسة ينقسم النذر إلى مسمى وغير مسمى، السابعة ينقسم النذر بسبب الدافع له إلى قسمين، الثامنة هل يجب الوفاء بالنذر إذا لم يذكر لله تعالى، التاسعة لا نذر على العبد فيما لا يملك، الحادية عشر في كفارة النذر، العاشرة في كفارة النذر. مطول عدد؟ نعم، الأولى
إيش في تعريف النذر؟ ما هو النذر؟ الثانية في حكم النذر. الثالثة هل النذر مشروع في هذه الأمة ولا معهود في الشرائع السابقة؟ نعم. الرابعة في أركان النذر. الخامسة انقسم النذر إلى موجز إلى منجز ومعلق. السادسة انقسم النذر إلى مسمى وغير مسمى. السابعة انقسم النذر بسبب الدافع له إلى قسمين. زين. الثامنة نعم هل يجب الوفاء بالنذر إذا لم يذكر النذر نذره لله أو إذا لم يذكر النذر لله؟ التاسعة لا نذر على العبد فيما لا يملك. العاشرة في كفارة النذر. فمن العشر؟ نعم. كتاب النذور. النذور جمع مفرده نذر وأصله الإنذار بمعنى التخويف، وعرفه بعضهم شرعا بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، إيجاب ما ليس على الإنسان بواجب من شعب الإيمان لأجل أمر دنيوي وقع أو أخروي هو نذر فاسمع. وعرفه بعضهم لأنه وعرفه بعضهم بقوله هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك. التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك. النذر إلزام الفتى لنفسه ما ليس لازما له في نفسه. وعرفه شيخنا الخالدي متعنا الله بحياته بقوله هو أن يلزم الإنسان نفسه ما لا يلزمها لو لم يلتزمه. هو أن يلزم الإنسان نفسه ما لا يلزمها لو لم يلتزم. بعد نتائج إن شاء الله تحليل التعريفات. نعم. كم تعريف؟ كم معكم كم تعريف؟ تعريف شرعية كم؟ ثلاثة. نعم. طيب. المسألة الثانية. في حكم النذر. ما حكم النذر؟ قيل قربة مشروعة. قيل قربة مشروعة بقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقوله سبحانه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وقوله سبحانه في مدح الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهو من الطاعة لله. فمن قال نذرت فالوفاء يلزمن. لو لم يسم الله حين قال فهو له سبحانه تعالى، وهو من الطاعة. ايش هو النذر؟ وهو من الطاعة لله. فمن قال نذرت فالوفاء يلزمن لو لم يسم الله حين قال فهو له سبحانه تعالى. وقيل مباح جائز.
وقيل مكروه كراهة تنزيه وغير مستحب. مكروه كراهة تنزيه وغير مستحب لحديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من البخيل. وحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. نعم. من قال بأنه قربة مشروعة ايش يقول في النهي في هذه الحديث التي تدل على النهي؟ ايش هو النهي؟ النهي لأجل تعظيم شأن النذر، لأجل تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره لئلا يستهان بشأنه فيتساهل فيفرط في الوفاء به. لأي شيء النهي؟ لأجل ايش؟ تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره لئلا يتساهل في شأنه فيفرط في الوفاء به. وحمل بعضهم النهي على من ظن أنه لا يقوم بما التزمه، أو على من ظن أن للنذر تأثيرا كما يدل عليه الحديث فإنه لا يرد شيئا. والحديث الثاني فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. نعم. وينبغي الإنسان لا يلتزم بالنذر ركب الحال، لكن لو نذر كان نذره بطاعة كان الوفاء عليه واجبا كما سيأتي. نعم. كم قول معكم في حكم النذر؟ قيل قربة مشروعة. نعم. والدليل على القول الأول آيات قرآنية وأحاديث نبوية. ماذا قال لك الحديث؟ حديث من نذر أن يطيع الله فليطاع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي، فإنه لا نذر في معصية الله. والقول الثاني مباح جائز، والثالث نذكره كراتيش كرات تنزيل وغير مستحب. نعم. والقائلون بأنهم قربة المشروعة يعني تأولوا الأحاديث التي دلت على النهي. طيب الثالثة، هل النذر من قربة المشروعة في هذه الأمة خاصة وله معهول في الشرائع السابقة؟ الجواب معهول، النذر معهول في الشرائع السابقة. نعم. في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران أم مريم قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. وقد أمرت به مريم أيضا في قوله سبحانه وتعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، وهو معهود عند العرب أيضا في الجاهلية. قد نذر عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم إن رزقه الله عشرة من الأولاد سوف يتقرب بآخرهم قربانا إلى الكعبة المشرفة، وكان آخرهم من عبد الله أبا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان فداؤه 100 من الإبل
أم نثيلة زوج عبد المطلب، لما دخلت ابنها العباس وكان صغيرا نذرت فإن عاد ستكسو الكعبة بالديباج، وكانت أول من كسى الكعبة بالديباج نثيلة زوج من عبد المطلب. نعم. حديث عمر أيضا حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، في رواية الليلة في المسجد الحرام، فقال له عليه الصلاة والسلام: إيش؟ أوفي بنذرك. نعم. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة أركان النذر، أركانه ثلاثة: الناذر والمنذور به والصيغة. الناذر والمنذور به والصيغة التي تدل عليه، ويشترط في الناذر الإسلام والبلوغ والعقل والاختيار، فلا ينعقد من صبي ولا من مجنون ولا من مشرك ولا من مكره. نعم. والمنذور والمنذور به إما أن يكون طاعة أو معصية أو مباح، فيجب الوفاء بالطاعة ويحرم الوفاء بالمعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، فإنه لا نذر في معصية الله. وهل عليه الكفارة؟ يعني هل على من نذر بمعصية يحرم عليه الوفاء، لكن هل عليه الكفارة ولا لا؟ هل عليه كفارة النذر ولا ما عليه؟ خلاف بين العلماء، سيأتي الكلام على ذلك. ايش بقي؟ ايش بقي؟ ها؟ لا لا، المباح. المباح، المباح هي العقد، النذر في المباح ويجب الوفاء بالعقود، وقيل لا ينعقد، وقيل لا ينعقد النذر في المباح ولا يجب الوفاء به. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. ولحديث ابن عباس قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ هو برجل قائم، فسأل عنه فقال أبو إسرائيل: نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه مروه وليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. أشياء مباحة. طيب، في النذر المباح، نعم، القول الثالث، المسألة قول ثالث أيضا، قلنا هل ينعقد وفاءه في النذر ولا لا؟ قيل ينعقد فيه ويجب الوفاء به، وقيل لا ينعقد الوفاء، لا ينعقد النذر في المباح ولا يجب الوفاء به. نعم. القول الثالث ينعقد النذر في المباح، والناذر مخير بين الوفاء وبين الكفارة، كفارة النذر. زين.
صيغة الدالة عليه هي لفظ يشعر بالتزام، لفظ يشعر بالتزام. كان يقول إن من الله علي بولد فعلي أن أصوم 20 يوما. من الله علي بولد فعلي لله أن أصوم 20 يوما. إن رجع أخي من سفره فعلي لله أن أتصدق 20 ريالا عمانيا. إن الله علي بهذا إن الله علي بالشفاء من هذا المرض فعلي لله أن أصلي 20 ركعة. نعم، لفظ يشعر إيش؟ بالالتزام. نعم طيب، كم معكم مال؟ 3 مسائل ولا 4 مسائل؟ نعم 4 مسائل. الخامسة، إيش قلتم الخامسة؟ والخامسة معكم ينقسم النذر إلى منجز ومعلق. منجز ومعلق. المنجز إذا لم يعلق فحدوث شيء، والمعلق إذا علق. الأمثلة التي ذكرناها سابقا، نذر معلق ولا منجز؟ معلق. نعم، المنجز كقولك علي أن أصلي، علي لله أن أصلي 4 ركعات، علي لله أن أصوم 7 أيام، علي لله أن أتصدق 100 ريال. ما قال إن وقع كذا وإن حدث كذا، هل يجب الوفاء به ولا لا؟ خلاف بين أهل العلم. قيل يجب الوفاء به، ها، من ألزم نفسه شيئا ألزمناه إياه، لمن ينسب هذا الكلام؟ من ألزم نفسه شيئا ألزمناه إياه، ها، الإمام جابر بن زيد. من ألزم نفسه شيئا ألزمناه إياه. هل يجب الوفاء بالنذر المنجز ولا لا؟ ما غير المعلق؟ قيل نعم يجب، وقيل ايش؟ لا. مقتضى كلام الإمام جابر ايش؟ اللزوم. من ألزم نفسه شيئا ألزمناه إياه. نعم. والنذر المعلق كما عرفتم يجب الوفاء به. ايش الدليل على وجوب الوفاء بالنذر؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قوله سبحانه وتعالى في مدح الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، فإنه لا نذر في معصية الله. نعم. سادسة، انقسم النذر إلى مسمى غير مسمى. أنا إذا سمي المنذور به عي المنذور به هو مسمى، وإذا لم يعين كان هو غير مسمى. مثل إيش؟ بالمثال يزول الإشكال ويقل في المقال. إذا قال مثل: إن من الله علي بولد فعلي لله علي لله أن أصوم 7 أيام. وشخص آخر قال: إن من الله علي بولد فعلي نذر، فعلي نذر. إن المعلق
هي المسمى وهي غير مسمى. المثال الأول مسمى ولا غير مسمى؟ مسمى. لأن المنذور به إيش؟ سبي بالمنذور به. إيش منذور به؟ كم؟ صيام 3 أيام. والثاني إيش قال؟ قال علي نذر. ما عين. إيش النذر هذا؟ أن الصوم، أن الصلاة، هذا النذر يعني حج، النذر كيف؟ حينئذ المسمى يجب القضاء به ما دام في طاعة، أليس كذلك؟ نعم. وغير مسمى، غير مسمى قيل عليه أن يأتي بأقل شيء يصدق عليه النذر، كصلاة ركعتين أو إطعام المسكين أو صيام يوم. نعم. وقيل ما ينعقد راسه نذر، ما يعتبر نذر هذا. طيب، هل تذكرني ماذا ذكر الإمام الوردي في المداري على هذه المسألة؟ إن إذا لم يسمى، إيش قال فيه؟ وأن يقول علي نذر لزمة صيام يوم أو فقير أطعمه، وأن يسمي الله حينما نذر أطعم 10 مساكين غرر، أو صام أياما 3، وإن يقول لك اللهم نذر خيرا ما بين أن يصوم 10 وأن ما بين أن يطعم 10 وأن يصوم 10، والذي أراه عن عليه أن يفعل ما يسمى نذرا بأي صورة قد سمى. هذا نعم الحديث يؤيد قوله لأن عليه إيش؟ كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. نعم. 7. الدافع للنذر، إما الدافع له، الدافع للنذر إما أن يكون رغبة، إما أن يكون رغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون اللجاجة والغضب. تقرب إلى الله، دافع النذر إيش؟ الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إن هذا النذر راغب بأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء من الصلوات أو بشيء من صوم أو صدقة أو نحو ذلك، الرغبة. لكن بعض الناس يدفعهم الغضب واللجاجة. في غضب مثل كان مثلا في خصام هو وجار مع جاره أو مع زوجته أو مع أخيه أو نحو ذلك، ما تشعر الله ويقول علي أن أصوم 20 شهر، وعلي أن أحج 100 حجة، وعلي أن أتصدق بشيء كثير. هذا ليس قاصدين على هذا، هل هذا قاصد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء؟ لا، وإنما حملوا إيش؟ الغضب واللجاجة. يعني تجد واحد مثلا يرتكب الحموقة، يقول علي أن أصوم 20 شهر، علي أن أصوم الدهر، علي أن... وسببه سببه تجد لهذا الكلام الغضب فقط، ما أنه وقاصد يتقرب بهذه الطرقات. طيب، فإذا كان الدافع له الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالوفاء واجب، يجي الوفاء. زين، وهذا نذر اللجاجة والغضب هل يجب الوفاء به؟ قيل نعم، عليه من ألزم نفسه شيئا ألزمناه إياه، من ألزم نفسه شيئا ألزمناه إياه. وقيل عليه الكفارة، أنا كفارة النذر، كفارة المرسلة.
قال شيخنا الخليلي متعنا الله بحياته، وهذا أيسر بالنسبة إلى هؤلاء الجهلة، وهذا فين هذا؟ القول الثاني ليش؟ من لزوم الكفارة المرسلة، وهذا أيسر بالنسبة إلى هؤلاء الجهلة. أن الذي يقع في هذه الأشياء في نذر اللجاجة والغضب تعرام الناس، جهل الناس وخاصة النساء. لو يقول مثلا علي أنا أحج حافي، أو يقول أحد يذهب إلى الحج حافي، هذا عن رغبة إذا حافي منا. إيش الخلاصة؟ نذر اللجاجة ماذا يجب؟ هل يجب الوفاء به ولا لا؟ قيل نعم، من ألزم نفسه شيئا ألزمناه إياه. من الذي جرح على نفسه هذا؟ هو بنفسه ألزم نفسه شيئا، لم يكن واجبا عليه فهو لم يلتزم. ما في ذلك. القول الثاني ليش؟ عليه كفارة مرسلة. نعم، مسألة كمان؟ نعم، مثمن. نعم، كيف؟ اي نعم، إذا لم يذكر الناظر نذره لله. ذكرنا أول مثلة حيث قال أن يقول مثلا إن من الله علي بزوجة صالحة، مثلا إن رزقت زوجة صالحة فعلي لله أن أتصدق بألف ريال عمان. هذا ذكره لله، فقال إيش قال؟ قال علي لله. ما كذلك؟ قال علي لله. لكن الآن الكلام إذا إيش؟ إذا لم يذكره لله، مثال قال إن من الله علي بولد فعلي أن أتصدق بعشرين ريالا، إن من الله علي بالشفاء فعلي أن أصوم عشرة أيام، وهكذا لم يقل لله. هل يلزمه؟ قيل نعم إذا نواه لله، وقيل لا ولو نواه، وقيل يلزمه ولو لم ينوه. وصحح القطب الأول، هي الأول، لأنه يلزمه إذا إيش؟ إذا نواه لله. النذر إلزام الفتى لنفسه ما ليس لازما له في نفسه وهو لله، ومن قد قال نذرت فليوفي له تعالى لو لم يسمي الله في مقاله، لأنه المقصود في أحواله. وهو من الطاعة لله، فمن قال نذرت فالوفاء يلزما لو لم يسمي الله حين قال فهو له سبحانه تعالى. طيب، إذا لم يذكره لله هل يجب الوفاء به؟ قيل نعم إذا نواه، وقيل ولو لم ينوه، وقيل لا ولو نواه. صحح القطب القول الأول، إيه الأول؟ يجب الوفاء به ولو لم يذكره لله إذا نواه. نعم، زين، مسألة كم؟ تاسعة. المسألة التاسعة، لا نذر على العبد ما لا يملك. إذا ما نذر الإنسان لا نذر على العبد ما لا يملك. إذا نذر الإنسان بشيء لا يملكه هل يجب عليه الوفاء؟ الجواب لا. مثلا قال إذا رجعت من سفري ووصلت البلد فعلي أن أذبح ناقة فلان. كيف ذبحت ناقة فلان؟ هل يلزمه؟ ما يلزمه. وفي حديث عمران بن الحصين
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله ولا يملكه ابن آدم. حديث ثابت بن الضحاك: ليس على الرجل نذر فيما لا يملك. متفق عليه، وذلك قد رواه مسلم. لا نذر، ليس على الرجل نذر فيما لا يملك. وكذلك أيضا حديث العظماء والمرأة الأنصارية التي أسرت امرأة أنصارية وأخذت العظماء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمرأة كان مسجونة في الوثاق، فحين حلت الوثاق حينما اغتنمت فرصة وذهبت إلى الإبل، فكلما جاءت إلى بعير رغى حتى جاءت العظماء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ترغوا، فركبتها وذهبت بها، فطلبوها فعجزتهم حتى وقالت: إن نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما وصلت المدينة ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. نعم. ما حكم من نذر بما لا يملكه؟ هل يجب على الوفاء؟ مش الجواب؟ الجواب لا. نعم. العاشرة في كفارة النذر. العاشرة فيش؟ في كفارة النذر. مرة معكم يعني غير مرة تلزمه كفارة النذر. ما هي كفارة النذر؟ قال: في النيل، وإن حنث لزمته كفارة النذر. وهل هي صوم عشرة أو إطعام مثلها أو صوم ثلاثة أو إطعام عشرة أو ككفارة اليمين أو مغلظة؟ أقوال. نعم، عرفتمه؟ إيش معنى؟ على أن كفارة النذر فيها خلاف بين العلماء. لذلك كم قول ذكر هنا؟ كم قول؟ قولوا كم قول؟ ذكر قولين، ذكر ثلاثة، ذكر خمسة، ذكر أربعة، كم؟ ها؟ ستة أقوال. نعم، كم ذكر؟ كم قول؟ من يبي منكم؟ كتبتم عبارة؟ إيش عبارة؟ نعم، مدريها. كم قول؟ وسرحان كم قول؟ أبو سلطان كم قول؟ ستة أقوال. نعم، كم قول أبو سرحان؟ نعم، كم؟ من يجيب؟ نعم، من ده؟ تفضل. أربعة أقوال. أحسنت. هين أربعة؟ نعم، أحسنت. القول الأول التأخير ما بين صيام عشر أيام وإيش؟ إطعام عشر مساكين. مخير. قال إيش؟ قال: وهل هي صوم عشرة أو إطعام مثلها؟ هذا قول واحد. مخير ما بين أن يصوم عشر أيام، ما بين أن يصوم عشر أيام، أو بين يطعم عشر مساكين. والقول الثاني أو صوم ثلاثة أو إطعام عشرة، هذا قول واحد.
يعني القول الثاني مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام وبين أن يطعم عشرة مساكين. نعم. القول الثالث نعم. كفارة يمين. نعم. طيب. مغلظة. طيب. والأحاديث تدل على تؤيد أي الأقوال الأربعة؟ نعم. كفارة يمين. حديث من؟ عقبة بن عامر. إيش قال؟ قال كفارة النذر كفارة يمين. في حديث آخر كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. وكفارة يمين على كل حال معروفة. إيش كفارة يمين؟ هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هاي كفارة يمين. مخير ما بين ثلاثة، بين أن يطعم عشر مساكين أو إيش يكسو عشر مساكين أو يعتق رقبة، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. زي طيب، إن شاء الله نكمل الفائدة في الأسبوع الآتي ونبدأ عندنا نبدأ بالباب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. نعم شكرا. زين زين. الرابعة من يكون مساء الرابعة؟ بابا بغي هات كم أركانه؟ أركان إيش هذا؟ أركان الصلاة؟ ها؟ سمع أربع صوتك. نعم إيش؟ أول عبد الله النذر والمنذور به خطأ، النذر والمنذور به صحيح، مو الثالث ركن الثالث. أول النذر والمنذور به والصيغة التي تدل عليه. نعم نعم. ما الذي يشترط في النذر؟ هنا أبو هشام أنا أبو سرحان. نعم سمع مع صوتك والاختيار. فلا ينعقل من مشرك ولا من صبي ولا من مجنون ولا من مكره. نعم. ومعنى من مكره؟ غير مختار. هم أنا لو فعله تقاله تقيا فقط، هل ينعقد يثبت عليه؟ لا. نعم شكرا أحسنت. المنذور نعم ثلاث أقسام. إيش المنذور به؟ نعم طوب وسطار. نعم أو مباح. نعم طيب هذا ما حكم النذر بالطاعة؟ ويجب نعم نعم أحسنت. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، فإنه لا نذر في معصية الله. نعم
وجدتك الدليل، دليل على وجوب الوفاء إلى الحديث، هات. والمدح على الشيء يدل على وجوبه ما لم يدل دليلا على عدم وجوبه. نعم. نعم احسنت. هناك حديث ايضا عن عمرو بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يخون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. نعم. طيب، ما حكم النذر بالمباح؟ هذا بقي المباح، بقي لأن يجب الوفاء بالطاعة ويحرم الوفاء بالمعصية، بقي المباح. فدخلت قبل قم وقم. نذر الإنسان بالمباح. هذا السؤال: ما حكم النذر بالمباح؟ هل ينعقد ولا ما ينعقد؟ نعم. كم قول معظم؟ لا تقول. نعم. قيل ينعقد ويجب الوفاء به، وقيل ينعقد والوفاء به، والنذر يكون مخيرا بين الوفاء وكفارة له. نعم. وقيل لا ينعقد ولا يجب الوفاء. نعم. طيب، ما هو دليل القائلين بأنه لا ينعقد ولا يجب الوفاء به؟ حديثان. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى. لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى. والثاني حديث ابن عباس قال: مع خالص المنى وصالح الدعاء، نودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدارات ثانية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.